صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 50 لسنه 2023 بتعديل بعض احكام القرار رقم 33 لسنه 2012 بشان تقرير مكافاه شراء مده الخدمه الافتراضيه لموظفي الجهات الحكوميه وذلك بناء على اقتراح جهاز الخدمه المدنيه وبعد موافقه مجلس الوزراء